مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة متتبع فاجعة الرحمة اللي ألمت المغاربة بشكل كبير، فاجعة الرحمة، مدينة سالا. الكل تصدم في الواقعة، في دواء فقدت 6 ديال الناس، فقدت الأب، الأم، الأخ، زوجة الأخ، وليد صغير عندهم، وكذلك بنية صغيرة. مشاهدينا الكرام، بعد سنين، الواقعة وقعت سنة 2021، يعني الآن 3 سنوات و6 أشهر بالضبط، وأخيرا القضاء كيصدر حكم في الموضوع العام اللي هو موضوع النقاش. تبعوا معايا، المحكمة في دوا صدرت الحكم، وتبعتي الأطوار، كيفاش كتشوفي قوم؟ السلام عليكم. بعدا اول حاجه كنشكرك بزاف لانك باقي متبع معايا الموضوع. كنشكر المغاربه كاملين اللي متضامنين معايا وصراحه واقفين معايا، واخا من البعيد واخا باتصالات، وهذا يعني مواكبين معايا الموضوع وكيتصلوا بيا في اي حاجه. هذه حتى لدرجه انهم تم تصدر الحكم تيصوني، وهذه وهذه، يعني انا كنشكرهم بزاف. كنشكر الناس اللي خدامين معايا حتى هما متابعين معايا، حتى هما صابرين معايا صراحه. القضيه اللي وقعت المغاربه كلهم تيعرفوها، فاجعة ديال الحي الرحمة اللي خسرت فيها العائلة ديالي كاملة. دابا المدة اللي دازت عليها هي 3 سنين و6 شهور باش دازت. المتهم اللي جا المغرب كانت الجلسات ديما تيتأجلو 4/7 تناقش الموضوع. القاضي عطى الأمر ديالو باش غادي يتناقش الموضوع، وتناقش الموضوع وتأجل 18/7 داز، تناقش في 4/7 وتأجل 18/7 اللي هي كان فيها الحكم، كان فيها الحكم على المتهم اللي ارتكب هذه الجريمة، أو اللي الرأس المدبر ديال هذه الجريمة. مهم القضاء اللي عارف. الحكم كان بالمؤبد. حضرنا الجلسة، درنا معنا 11، حضرنا الجلسة ديالنا، بقينا ما جبد الدوسي ديالنا حتى لشي 5:30 6 عاد باش بدا القاضي في الدوسي ديالنا. عطى المحامين ديالو حق الدفاع عليه، المرافعه، حيت كانت غير المرافعه. ترافع المحامين ديالو بجوج وقالوا الكلمه ديالهم وترافعوا عليه ودافعوا عليه، هذاك حقهم. وترافع المحامي ديالنا، ترافعت النيابه العامه هي قالت الكلمه ديالها، وصدر الحكم ديال المؤبد. احنا الحكم سمعنا حتى لشي 9 الفوق، بقاش خرجنا من المحكمه حتى ل7. حنا القاضي حسن له العون صراحه، دوسيات بزاف ومشاكل بزاف، الله يحسن له العون. جانا الخبر بانه راه المحامي ديالنا قالنا صافي انا غادي نوصل لكم الخبر بانه تحكم مؤبد. صراحه كما موعدني المغاربه كاملين، انا كنهضر نيشان، كنت تنقول ملي غيتصدر الحكم ما نعرف، يمكن شويه غادي نبرد. لقيته عادي. اول حاجه بعدا حكم بالمؤبد، انا ما مقنعنيش، لان يعني 6 الناس ابر 6 الناس، 2 ديال الدراري صغار، واحد 40 يوم وواحد 5 سنين، واحد غير قتل واحد راه خدا اعدام. هذا قتل 6 ديال الناس، وكما قال النيابه العامه، كما قال هذا، قال المشارك في الجريمه كيطبق عليه الحكم اللي كيطبق على فاعل الجريمه. هذه ما قلتش انا، قال السيد اللي قاري القانون وعارف شنو قال، كيطبق عليه الحكم اللي كيطبق على منفذ الجريمه، هكا قالها. انا الحكم بالمؤبد ما مقنعنيش وما مكفينيش وما راضياش عليه، هما ناس يحترموا قاري القانون حسن مني، ولكن انا يا ما مكفينيش. انا حكم بالمؤبد ما كيعني ليا حتى شي حاجه، وحكم حتى بالاعدام، المهم اللي كيتقال الاعدام هاك هي حتى الاعدام فيه وما مكفينيش. باش انا باقي عندي واحد الاسئله بزاف، وباقي شكون اللي دخل، شكون اللي مد يدو على والديا، اي انت الراس المدبر ما قلنا شيء، ولكن انا بغيت شكون اللي مد يدو على والديا وعلى خويا وعلى ولاد خوتي. انا بغيت اللي دار لهم هكاك، اللي هما كانوا كيطلبوه
وهو كان ما كيسمعش، كينفذ غير داكشي اللي جاي هو عليه. انا بغيته، ولكن القضاء كيعطي الكلمات ديالو حيت كيقرا حيتيات بزاف وكيقرا اسباب بزاف، وهو هزها بوحدو. انكار ديالو خلاه هزها بوحدو. انا ما غنقلب عليهم، انا غيقلب عليهم القضاء على ناس اللي هو كيقول انا، وخا يقلبوا عليهم بالفتيله والقنديل ما غيلقاوهمش. وفعلا ما لقاوهمش بالفتيله والقنديل وما غيلقاوهمش، هذه الهضره ديالو، وما لقاوهمش. يعني هو هزها بوحدو. الكلام هادي متى قالوا؟ قالوا في الاوديو، في الاوديو وفي المواجهه ديالو في الجلسه ديال المناقشه، في المواجهه ديالو. حيت هي المهم هذا هو الحكم اللي كان، وهذه هي النظره ديالي انا ليه. وكاين استئناف الحمد لله، وانا ما حدي عايشه حق والدي عمري ما غادي نفرط فيه، ما عمري ما غنفرط فيه. انا كيف ما قلت وعاود تنقولها، واخا يعلقوا لي السيروم غنمشي انا والسيروم ديالي باش نقلب على الحق ديالي. حتى انا شنو بقيت كنقول؟ القضاء دار خدمته، والسلطات دارت الخدمه ديالها. واللي ما فهمتوش انا علاش الناس علاش ماشي الناس، بالعكس انا كنحترم المغاربه، علاش هما او لا هي اللي كتقول كتنقص من السلطات ديالنا، لا وهما حكموا عليه بلا دليل. هذه بنته الخروج ديالها، هذا من جانب الحكم. غادي نوجوه مع المغاربه ديالنا، وانا كنشكرهم بزاف لاننا قراو تعاليق الناس وقراو لي كومونتير، وقالوا لي كاع لي كومونتير اللي كيقولونا كيقولوا في بلاصتي، يعني كنحس بهم حاسين بيا وكنشكرهم. حنا بقى نشكرهم بزاف، كومونتيرات ديالهم كانوا كيكفيوني الرد عليها، ولكن هي كتوجه لينا ولاد عمي. سولوا ولاد عمي، انا ولاد عمك غادي يجاوبوك، وهذه اخر مره بقى تقولي ولاد عمي. حنا النهار اللي تعطى النقاش ديال الموضوع والقضيه، والنهار اللي تعطات الكلمه للاب ديالك وكنتي كتقولي انا با خاصو غير تعطى الكلمه باش يدافع على راسو، وتعطاته الكلمه وقلب الموازين ضده، لان ربي ما كيضيع حتى شي واحد. ربي اللي عارف علاش تلف ليه الضربه، كما كنقولوا حنا بالعربيه الدارجه ضوخو. لان انا كنعرف انا ما درتش سي ما درتش، كاين كحل وكاين بيض، يا كحل يا بيض، ما كاينش عنده حل وسط، ما كاينش نسيت لا ما نعرف لا غيكون سكران. واخا تكون سكران، كنتي سكران قلتيها، والسيد اللي واجهوه معاك اللي صيفتي ليه الاوديو شهد فيك قدام المحكمه كامله، ماشي غير قدام القاضي ولا المستشارين ولا النيابه العامه ولا حنا، شهد قدام المحكمه كامله بانك كتقول له، انت كتقول له، كتعيط له وكتقول له، وبان باه قال له ما باقيش تجاوبه. هنا ملي قال له باه ما باقيش تجاوب عمك، يعني هو عارف القدرات ديالك، عارفك بانك ما كتهضرش من فراغ. كاين داك المبلغ 5 مليون اللي سول عليه الرئيس، او كاين المبلغ ديال 5 مليون اللي كيقولوا هما صلحوا به الدار، اللي صيفطوا لخالد، شكون خالد ما نعرف. انا بالضبط حتى انا كنت باغا يجيبوا هاد خالد ونعرفوا، حيت هما المحاميين ديالو كانوا مركزين على الشهود، وهذا ماشي شاهد اللي غادي يعاونو. عطيتيه 5 مليون باش غتثبت شنو درتي بها، خاصك تجيبو، تجيب السيد اللي انت عطيتيه. علاش انت كتخلي حيتيات بزاف وكتبقاي مقابله؟ الراي العام محتاج نقولوا له كيفاش شنو كيوقع، وشنو كيوقع بلي ديطاي وبالجديد. ما نبقاوش نقولوا للراي العام غير الحاجه اللي كتقال ديما، بابا كان في الخدمه وبابا كان خدام، وبابا انسان ما يقدرش يدير هذاك باباك. من حقك تدافعي عليه، من حقك تثقي في البراءه ديالو، ولكن القضاء حتى هو راه ما كيهضرش من فراغ، كيهضر بالدلائل وبالقرائن. واحد شد عام وثلاث شهور في اسبانيا، وجا عام وزياده هنايا، شنو كانوا كيديروا معاه؟ ملي انتباك حكموا عليه غير هكاك، غير جا وقالوا ليه مؤبد، ما جاش وقال ليه. نعم، وعلاش تم الاختيار ديالو من فوسط 250 واحد؟ ياك 250 245 واحد اللي دازوا في لونكيت، هذه ديما كنقولوها للمغاربه ديالنا، 245 واحد اللي الامن دار الخدمه ديالو معاهم بالليل والنهار، وجابوهم منين ما كان، خلوهم كلهم ومشاو يضربوا مع اسبانيا باش تعطيهم مواطن عنده الجنسيه. علاش؟ غير حينت السلطات غير بغات
غير بغات تعذب راسها وتمشي حتى لاسبانيا وتجيب الهاتف ديالو وتجيب 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 وتجيب. وانا قلتها لها في المحكمه، قلت لها باك كنتي تعاونيه ملي كان عند قاضي التحقيق، كنتي تما تقدمي الدلائل والبراهين ملي كتطلع المحكمه، قانون كي ياخذ المجرى ديالو. وخوها وهو في المحكمه قال لنا انا اللي دارها المخزن هي اللي كاينه. علاش في الاول كنتو كتقولوا اللي دارها هي المخزن هي اللي كاينه، وملي المخزن دار خدمته وقال الكلمه ديالو ما بقيتيش راضيه عليه، وانتي خليتيها للمخزن في الاول، ما تخليهاش للمخزن، ديري تحركي جيبي ادله، ما تجيبيش ورقه بان باك كان خدام، لان باك تيقول انا عندي كما قال النيابه العامه مشكور عليها، قال لهم في الجلسه الاخرى في الدفاع قال القاضي انا ما غاديش نهضر باللغه العربيه، غنقول الاوديو بالدارجه كيف ما هو مكتوب بالدارجه، حتى دوك اللي بين قوسين قالهم النيابه العامه. علاش؟ وغيجاو وحكموا، غيجاو قالوا راه ماشي غيجاو قالوا باك مؤبد وصافي، لا، عطاو المحاميين ديالك الحق الكلمه، وعطاو النيابه العامه حق الكلمه، وعطاو المحامي ديالنا حق الكلمه، وعطاو لباك حتى هو حق الكلمه. انت باك في الاخر ديال الكلمه، عطيوني الخبز والماء والدواء ديالي وديوني فين ما بغيتوش، هذه هضره ديال واحد بريء ما دار والو. واش انا بريئه نقول لهم عطوني على الخبز والماء وديوني فين ما بغيتو؟ لا سيدي، قلب لي على حقي وحق خويا، انا ما درت والو، قلب لي على حقي. وحتى الا ما قدرتي تقول والو تقول حسبي الله ونعم الوكيل، انتما كتهموني ظلما، انا ما درت حتى شي حاجه، قلبوا لي على حقي ظالمني. ماشي كنقول له عطيني الخبز والماء وديني فين ما بغيتي، كيفاش عطيني الخبز والماء وديني فين ما بغيتي؟ يعني سواء لا في اطار المناقشه في الملف هو امام الرئيس، وكذلك الخروج لابنة ديالو، كنتي كتنتظري ادله قاطعه او اجوبه مقنعه اللي تغير لك المسار ديال القضيه اتجاه اخر، ولكن لقيتي امور صادمه. شوف انا ما نكذبش عليك، انا في النقاش ديال الجلسه كنت كنتسنى الدفاع ديالو على راسه، كنقول يمكن شي حاجه حنا ما عارفينهاش، وملي قالت لي انا عندي شهود وعندي ادله وعندي وعندي هذه، تنقول ربما يا ريت يا ريت بيني غير بيني لينا، عطينا هاد الشهود عطينا هاد الادله غير دليل واحد ملموس، من غير ان با كان في الخدمه، راه العالم كله عارف با كان في الخدمه، راه السيد مشى قتل الولد وتكرفص عليه وجا جلس مع الناس وكيقلب معاهم عليه وبيت معاهم في الدار وهو اللي داير هاد الشيء. خلينا من بابا كان في الخدمه، قولي لي دليل ملموس دليل قاطع شي حاجه اللي يسمعها الامن يركز عليها، شي خيط اللي يركز عليه، حيت حنا كنا كنعطيوهم الخيوط في الاول في التحقيق، كنقول له هذا 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 هذا، كيتبع كيقول لك لا فوالا هذا راه خارج صيرو. حيت سمحتي لي اخت اخت فدوى حتى الاوديو، الاوديو داكشي اللي تقال فيه هو اللي وقع. هادشي اللي قال له النيابه العامه وقالها حتى هو، قالها قال ما يمكنش يكون بهذه الدقه كامله. ما يمكنش، ما تنسى حتى شي حاجه، ما يمكنش. وعاد الخبره اللي دارت عليه على انه واش كان سكران، الخبرة اللي دارتها هي قالها، وقال النتيجة الغيزلطة ديال الخبرة قالها، قال بأنه كان في طور، وهذا الشيء كيعرفوه المواطنين، وأنا قلت لهم كان في طور السكر. أنا يا ريت أنك تكون قدمتي دليل ملموس يخرج باك، بالعكس حتى أنا نقول عمي ما داراش ولا قلبوا لي على شكون اللي دار لي هذا الشيء لعائلتي، وهي كتسولنا واش حنا راضيين على الحكم، أنا ما راضياش عليه، ما راضياش على الحكم، وانا اقتنعت وما بقيتش نقلب على شي حاجه في النقاش ديال الجلسه. ملي كان رد الكلمات ديالو هكاك ورد الفعل ديالو بحال هكاك، وكان هذاك هو دفاعه على راسه، ما بقيت كنتسنى حتى شي حاجه. شو المرحله الاستئناف؟ مرحله الاستئناف غادي يكون استئناف ان شاء الله، حتى الا ما داروش هما غنديروا انا، حتى انا الحكم ما عجبنيش، غندير الاستئناف ديالي، غيدخل غير المحامي ان شاء الله من الكونجي ديالو، وغتكون استئناف. وهي كتقول صراحه واحد الكلمه فين ما كتنوض كتقولها، لا ريجون اللي حنا ساكنين فيها، يعني المحيط اللي حنا كبرنا فيه، حي الرحمه، مال حي الرحمه، فين ما كتنوضي كتقولي المحيط اللي كابرين فيه، حي الرحمه، مال حي الرحمه، حي الرحمه حي عادي كيما حال كاع الاحياء، تخرجوا منه اطباء، تخرجوا منه بيعه وشرايه،
تخرجوا منه الناس اللي قراو، تخرجوا الناس اللي ما قراوش وداروا بروجيات، تخرجوا مرضيين والدين، تخرجوا ناس فين ما كنمشيو لاي كارتي كنلقاو ناس مزيانين وناس خايبين. اي مدينه كنمشيو لها كنلقاو ناس خايبين ناس مزيان. علاش كيجاوك هاد الناس ضحايا رحمه؟ مال الناس ضحايا رحمه؟ نمشيو انا وياك، ما تبقايش تقول لي سيروا سولوا، نمشيو انا وياك ونسولوا الناس ضحايا رحمه حنا شنو كنسواو تما، وحتى الناس ضحايا رحمه شنو تيسواو، وسولوا على خويا. مال خويا؟ خويا الله يرحمه ما بغيتو تفكوا معاه، لا هو عايش ولا هو ميت، ماشي مشكل. خويا تشد مره واحده في سن المراهقه ديالو، حنا كنعرفوا اي واحد كيدوز مراهقته ولا واحد كيفاش كتجي دوز مراهقه، تشد مره واحده هي اللي دوز فيها السجن، ودوز 5 سنين وخرج له بابا الله يرحمه حسن السيره ديالو قدها قداش فيها لا شيء. وانا كون يعاونوني زعما في المقاطعه ولا في هذا يخرجوا لي حسن السيره لواحد ميت، اقسم بالله حتى نخرجها وخنخلص على اللي بغيت، نخلص عليها ونخرجها باش ما تبقاش عنده صوابق، عنده صوابق وانت اضرب اصحاب الصوابق، وبلا ما تبقاي تستفزيني اكثر. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، سوف الخص في الموضوع ديال الفدوى. فدوى الوضع ديالها ما تمناه لاي مسلم. اي واحد يتخيل 6 ديال النفوس مشاو لها في لحظه، اب الام الاخ زوجة الاخ وليدات صغار، وضع صعب. القضاء قال الكلمه ديالو في الموضوع، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع تم الاعتقال ديال العم. الضابطة القضائية رجال الأمن داروا مجهود كبير، جميع الخيوط في هذا الملف وصلوا ل 245 شخص بحث دقيق مع جميع الأطراف. تم الاعتقال بلانتربول على العم، العم موضوع النقاش أوديو وكذلك مغمالي وأمور أخرى. الحوار السابق مع فدوى كتهمني واحد النقطة مهمة جدا في الموضوع، إلى حين أنها لها أبعاد. قالت لي 3 سنوات وأنا أنتظر نسمع عمي اش غيقول، وممكن نحس ويبان لي بأنه لا صلة له بالواقع، لأنه من منذ الوقت اللي جابوه من إسبانيا أعتقد وتم الإعتقال ديالو هي ما عندهاش كيفاش تواصل معه، وكانت تنتظر بفارغ الصبر ذاك اليوم، اليوم اللي كان فيه المناقشة بين الرئيس والهيئة وتتبع الطرق بالنيابة العامة مع العم. كانت عنده أجوبة فيها علامة استفهام، لدرجة أنه ولد خوه اللي تا هو من الضحايا تا هو مات، طريقة باش تكلم عليه شيء ما طريقة مشينة. هادشي كان في الجلسة وهي كانت حاضرة وكانوا ناس وكانوا شهود. مشاهدينا الكرام، الهيئة كونات القناعة ديال في الملف، صدرت الحكم. طريقة التحليل ديال الفدوى أنه كتقول لك أنا تنتمنى أنه يثبت لي بأنه ماشي هو، ولكن بعد مناقشات تضحت لها أمور أخرى، فكان الحكم من طرف الهيئة بالمؤبد، وهي لا زالت تطالب بالاستئناف لأن مراحل التقاضي لا زالت مستمرة. هذا ماشي حكم نهائي، بقى مرحلة استئناف وباقي النقد. مشاهدينا الكرام، فاجعة حي الرحمة بسالة ألمت المغاربة بشكل كبير. السؤال المطروح، وهذه رسالة للطرف الثاني، من الطبيعي لك الحق أنك تدافعي الأب ديالك، مرحبا، ونحن نرى الإشارة إذا كان أي تعقيب ولا أي جواب، هنا نستمع لجميع الأطراف، الطرف الأول والطرف الثاني، مرحبا، كما نتمنى أن يكون الخروج سليم شيئا ما، لأنه الناس مشاو لهم 6، والقضاء قال الكلمة ديالو. بناء على ابحاث، بناء على النيابه العامه اللي متبعه الملف، بناء على السيد قاضي التحقيق، بناء على مجهود كبير قام به رجال الامن اللي تيبين الحقيقه اكثر في الموضوع. المتهمه اللي تثبت الادانه ديالو، هذا ليس بحكم نهائي، باقى المراحل. ولكن بعض الخرجات موضوع النقاش تنتمنوا ان يتعاد النظر، هذه كرساله وديه، ويبقى الحق للطرف الثاني اذا كان عنده معطيات اخرى يناقش معنا، فاحنا بابنا واسع ومرحبا بها في اي وقت. الرقم الهاتف كنوضعوه في اول التعليقات، فنحن نرى الاشاره للتعقيب. فدوى قصه لا تنسى. تفضل استاذ فدوى. واحد الكلمه غير باش الاشاره وصافي، هي ملي خرجت دابا الا بغيت ندافع على شي حد نخرج تكون عندي شي
نهضر سيريو، نهضر منطقي، نهضر وانا عندي دليل وانا كنعرف شنو كنقول. كنخرجوا باش ندافعوا على احنا في المغرب ديالنا. انت واحد السيده نزلتي في المغرب وكبرتي في المغرب عاد باش مشيتي لاسبانيا، يعني احنا المسلمين ملي كيموت الميت على الاقل كنحترموه، كنقولوا فيه شي حاجه مزيانه ولا كنوقروه. انت ابار انك باك هاد الجريمه نهار دارت، قالوا السلطات بان دارت بغض كره سم حقد، باك هضر باقي كيهضر بحقد وانت باقا كتهضري بحقد. ما عرفتش لين باغا نتوصلوا. هذه وحده. الثانيه قلتي علاش يسلموهم الدار ديالهم وقبل ما يتصدر الحكم خداو الدار ديالهم وكيصلحوها، فين الجانب القانوني اللي كيمنعني انني ناخذ دارنا وانني نصلحها؟ شنو في القانون اللي كيمنعني؟ شنو انا اللي قتلتهم وخديت باش ناخذ الدار ونصلحها ولا شنو؟ وانا باش ناخذ الدار درت اجراءات قانونيه كثيره، مساطر قانونيه بزاف باش انا خديت دار والديه. وهذاك السيد اللي سنى اللي هو المدير العام وسنى على الموافقه راه قاري احسن مني ومنك، وعارف علاش فوقاش خصو يعطيني وفوقاش ما غاديش يعطيني، وعارف بان باك طالع بالانكار، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي نديروا عليها تمثيل الجريمه. من شكون اللي غيجي يمثل لنا الجريمه؟ وباك تيقول انا لا غيكون سكران. فينا هما الناس اللي غادي نهار غيعترف عليهم نجي نعطيك الدار ديري فيها اعاده تمثيل الجريمه؟ هذا موضوع خارج وكنظن بانه تافه. عطاوهم الدار وصلحوها قبل من الحكم، هذيك دارنا نصلحها شنو؟ بغيتي نخليها خربه؟ قلت انا نصلح دارنا وغنوقف على تصلح وتولي حسن ما كانت. علاش؟ حيت انا كنحس بانهم خرجوا والديا من دارنا بزز مكرهين وباقين باغي تشوفوا الدار خربه، ما عمركم ما غتشوفوها خربه حيت هما ماتوا وباقين مخليين الرجال من موراهم. الله يفرج عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هذا هو الملف ديال حي الرحمه. الحكم صدر مؤبد وفد وغير مقتنع شيئا ما، ولا زالت تطالب في مرحله استئناف انه تاخذ الحق ديالها. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول قضيه فاجعه حي الرحمه اللي المت المغاربه بشكل كبير. سته ديال الناس مشاو لعم موضوع النقاش، مجهود كبير داروه رجال الامن والنيابه العامه، اكثر من خمسه اعتقد من 245 شخص في الاخير ادله، والمحكمه اقتنعت بالجرم ومرتكب الجرم، صدرت الحكم ديالها بالمؤبد. مشاهدينا الكرام نحن على تتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بجديد حول حيثيه قضيه فاجعه حي الرحمه، ويبقى الحق الطرف الثاني فنحن نرى الاشاره للتعقيب في اي نقطه من النقط اللي كتشوفها ما كانش صحيح. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.